السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هنتكلم عن مباريات دوري أبطال أفريقيا، الأهلي والزمالك، وكمان هنتفرج على الوداد والترجي، وعشان نحكم على الفرق المرشحة أو الفرق اللي ممكن تحقق دوري أبطال أفريقيا السنة دي هنتكلم عنها في حلقات إن شاء الله قادمة. ترشيحات مين هو الفريق المرشح وبقوة لنيل البطولة، وكمان دوري أبطال أوروبا. في الحلقة دي هنتكلم عن الثمانية المرشحين للصعود لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بالنتائج وبالتوقعات. قبل ما نبدأ الحلقة، يا ريت تنزل دلوقتي تعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ويا ريت تعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. طبعا بداية، النادي الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في تنزانيا. النادي الاهلي اخر مباراه راح فيها هناك تمكن فريق سيمبا من الفوز على النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي وتشكيلته على السريع كده، او الاقرب ان النادي الاهلي يبدا بالعناصر اللي انا هقول عليها دي. طبعا الشناوي، ايمن اشرف باك شمال، ياسر ابراهيم، بدر بنون، محمد هاني باك يمين، حمدي فتحي وديانج، وكمان ممكن نشوف السوليه، وان كنت شايف ان الماتش ده هيريح السوليه عشان ضغط المباريات الكبير جدا اللي كان عليه السوليه في الفتره اللي فاتت، وهيبقى فيه قفشه مكان السوليه. كده بنتكلم في 4 3 3. الثلاثه اللي قدام مين بقى؟ طبعا اجاي اللي عايد وبقوه، كهربا، وولتر بواليا. التشكيله دي هي الانسب والاقرب للنادي الاهلي في مباراه سيمبا بكره. تشكيلة بتأمن لك توازن الدفاع بوجود حمدي فتحي وديانج، وممكن نشوف حد تاني بدل ديانج، بما ان بيتسو موسيماني في الفترة اللي فاتت ما بيعتمدش عليه بشكل كبير، وبيعتمد على اكرم توفيق عوضا عنه. طبعا الزمالك هو كمان عنده مباراة بكرة مهمة جدا، بعد ما تعادل في الجولة الاولى امام مولودية الجزائر هنا في القاهرة امام فريق تونجيت السنغالي. الفريق ده طبعا هو اللي مطلع رجاء. شفنا الرجاء وقع في مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية، والمجموعة صعبة جدا، وكمان فيها ممكن يبقى فيها كمان بريميرو دي اجوستو، الفريق اللي شفناه في السنين اللي فاتت كان بيتواجد بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا. طبعا الزمالك لازم يعمل نتيجة ايجابية في الماتش ده على الاقل خالص، ان هو ما يخسرش، ولو كان مكسب يبقى كويس، لان طبعا الزمالك تعادل هنا في ارضه، مكسب بره هيرجع ثقة تاني للعيبة ويرجع الفريق في الجيم تاني، ويخلي الزمالك عنده امل كبير جدا ان هو يتصدر المجموعة مجددا بعد ما تعادل المولودية ده اثر على ترتيب الزمالك في المجموعة ووضعه في المركز التالت. طبعا الترجي هو كمان هيلعب بكرة مع المولودية في مباراة مهمة جدا للطرفين. الترجي متصدر عنده 3 نقط، عايز يأكد تصدره للمجموعة يبقى 6 قبل مباراته او المباراتين اللي بعد كده مع نادي الزمالك ذهابا وايابا. عايز يقول ان هو عايز ياخد حقه من الزمالك بتاع السوبر الافريقي بتاع السنه اللي فاتت، وكمان خروجه من دوري الابطال السنه اللي فاتت على يد نادي الزمالك. عايز يقول ان هو بطل اخر من اخر 3 نسخ في افريقيا، هو بطل نسختين. عايز يقول ان هو فرقه من الفرق الكبيره، وعايز يقول ان هو مرشح من ضمن المرشحين لدوري ابطال افريقيا السنه دي. فمكسبه للمولوديه في الماتش اللي جاي ده بتاع بكره هيدي رسائل لنادي الزمالك وللمولودية والتونجيت ان هو الترجي مش هيفرط في العبور اول مجموع. طبعا بكرة هنشوف المريخ امام فيتا كلوب، الفريقين اللي في مجموعة النادي الاهلي، المريخ اللي خسر من النادي الاهلي، فيتا كلوب اللي خسر من سيمبا، والفريقين عايزين اول 3 نقط ليهم، وكمان عايزين يستعيدوا الثقة في الماتش ده. كمان الوداد هيلاعب بترو اتلتيكو. طبعا الوداد احنا لسه لحد الان ما شفناهوش، لان المواجهه الاولى مع كايزر تشيفز اتاجلت، وما شفناش لا الوداد ولا كايزر تشيفز. هما الاثنين المرشحين وبقوه للصعود من مجموعتهم، يعني هوريه اللي هو اول المجموعه دلوقتي لا مرشح ولا حاجه. المرشحين الاقوى في المجموعه دي هو الوداد، واللي دعم صفوفه بشكل كبير جدا وعامل فرقه كويسه جدا السنه دي، وعايز يبين ان هو السنه اللي فاتت كان نهاية جيل وبداية ان شاء الله فترة جديدة للفريق الوداد. فاحنا هنشوف الوداد بكرة امام بترو اتلتيكو في ملعبه في اول مباراة ليه. كايزر تشيفز هو كمان هنشوفه عشان نقدر نحكم عليه. طبعا كلنا عارفين ان فرق جنوب افريقيا في الفترات اللي فاتت اصبحت فرق قوية،
بتشارك بشكل قوي. صن داونز شفناه بطل قبل كده في 2015، شفناه بيعافر في السنين اللي فاتت وبيعمل ماتشات كبيره جدا، شفناه بيطلع الاهلي بالخمسه، شفنا منه حاجات كتير جدا في الفتره اللي فاتت. نخش بقى على دوري ابطال اوروبا. بكره عندنا مباراتين مهمين جدا في دوري ابطال اوروبا. لاتسيو في ملعبه هيستضيف البايرن، بايرن البطل، البايرن الرهيب، البايرن الخطير اللي لسه جاي من خساره في الدوري الالماني تقريبا امام انتراخت فرانكفورت، تقريبا مش اكيد. لاتسيو لا حول له ولا قوه، يعني من ضمن 16 فريق ما ياخدش غير البايرن. لاتسيو اللي ما بيمرش بافضل فتراته، لاتسيو الفتره دي اموبيلي مش في احسن حالاته، ما بيسجلش زي السنه اللي فاتت اللي هو كان هداف عام على مستوى العالم كله كان تشيرو اموبيلي، السنه دي ما بيسجلش زي السنه اللي فاتت. لاتسيو ما عندوش امل كبير جدا ان هو غير، يعني الامل الوحيد اللي له ان هو ما يطلعش بفضيحه امام البايرن، وممكن برضو يحقق المفاجاه عادي، لكن صعب جدا انك تحقق مفاجاه مع البايرن في ظل الاسكواد واللعيبه اللي موجوده عند البايرن حاليا. اتلتيكو مدريد وتشيلسي مباراه قويه جدا بعد ما تشيلسي جاب مدرب جديد اللي هو توخيل، عايز يعمل حاجه للفريق، كان ماشي بشكل كويس جدا في الاربع جولات اللي فاتت في الدوري، بيكسب 3 وتعادل اخر جوله، عايز يعمل حاجه. وطبعا كلنا عارفين ان الغربال الجديد دايما بيبقى له شده، واللعيبه كلها بتاكل في نفسها علشان تلعب وتكسب ثقه المدرب. اتلتيكو مدريد النظام والسيستم اللي ماشي عليه سيميوني من فتره كبيره جدا لسه مكمل وماشي، وكمان عنده مهاجم جديد، مشروع جديد اللي هو لويس سواريز، وكوستا مشى على فكرة بقاله فترة، يعني سواريز عايز برضو يثبت نفسه، واتلتيكو مدريد عايز يمشي في البطولة دي لأبعد مكان، يعني أبعد حتة يقدر يوصل لها اتلتيكو مدريد السنة دي، وعينه برضو على البطولة، هو الفريق دايما مرشح لنيل البطولة. لكن خلينا نقول ان في مباتشين بعد بكرة الاربع، بروسيا مونشن جلادباخ بيقع في السيتي اللي فايق قوي 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 اليومين دول، وكمان اتلانتا بيلاعب ريال مدريد. اتلانتا كويس وريال مدريد ضعيف. اتلانتا كويس وريال مدريد فعلا ضعيف. 8 فرق اللي ممكن يصعدوا او الاكثر حظا وتوقعي انا الشخصي للثمان فرق على مستوى دوري ابطال اوروبا اللي هيصعدوا لدور الثمانيه. طبعا ليفربول بعد ما كسب لايبزيتش 2، لسه بقى لايبزيتش هيجيله في الانفيلد، بنتكلم كده ان ليفربول 70% عبر من لايبزيتش. دورتموند اللي كسب برضو اشبيليه في اشبيليه، لسه اشبيليه هيجيله المانيا، وكده برضو ضرب 60% من الصعود وقرب بشكل كبير جدا من الصعود. الباريس اللي كسب برشلونه 4 في الكامب نو، مستحيل انه يخسر 4 في ماتش العودة، و 4-0 لازم يخسر 4-0 او على الاقل 4-1 علشان يلعبوا اكسترا تايم وضربات جزاء، يبقى باريس هو كمان قرب بشكل كبير. اليوفي بقى كان بعيد قوي وكان خسران 2-0 امام بورتو، لكن تمكن في الاوقات الاخيرة كده كيزا انه يسجل هدف لليوفي يرجعهم تاني في الجيم ويديلهم امل تاني في الصعود بالهدف ده، لان طبعا لو كانت المباراة خلصت 2-0 كان الموضوع هيقفل، وكان لازم اليوفي يسجل 3 وكان الموضوع هيبقى صعب وفرقة بورتو كويسة، فالهدف ده بيرجع الامور تاني في الملعب والموضوع 50-50، لكن اتوقع ان اليوفي يصعد بخبرته وكريستيانو اللي يقدر يخلص المباريات الصعبة اللي زي دي. بايرن طبعا مفيش امل مع لاتسيو ضد البايرن حاليا. سيميوني اتلتيكو مدريد هيقدر برخامته وهيقدر بالفرقة الدفاعية اللي عنده يطلع تشيلسي، وكمان اتلانتا هيقدر ان هو يطلع ريال مدريد. اتلانتا فرقة المفاجأة اللي ممكن تحصل في الماتشات دي كلها هي اتلانتا، لو في مفاجأة هتحصل يبقى هو اتلانتا اللي هيعمل المفاجأة دي. اتلانتا اللي بقدم مباريات كبيرة جدا ضد الفرق الكبيرة، لو في مفاجأة هتحصل في الثمان ماتشات دول او الثمان فرق اللي هيصعدوا يبقى اتلانتا هيطلع ريال مدريد. اخيرا وليس اخيرا السيتي ومونشن جلادباخ، اعتقد برضو ان كفه السيتي بالمنظر والشكل اللي هم بيلعبوا بيه الفتره دي، التنظيم الدفاعي الكبير جدا والصلابه الدفاعيه وكمان الكره الهجوميه الممتعه اللي عند جوارديولا ولعبته دلوقتي، هم الاقرب امام بروسيا مونشن جلادباخ اللي عامل بطوله كويسه جدا واحرج فرق كبيره جدا منها ريال مدريد في دور المجموعات.
دول ترشيحاتي للثمانية اللي هيصعدوا في دوري أبطال أوروبا. تشكيلة النادي الأهلي قلتها النهارده، أهمية مباراة الزمالك وتونجيت دي كانت حلقة النهارده. لو أول مرة تتابعني انزل دلوقتي اشترك في القناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.